في بتاع خمسة مستر اولمبيا قبل كده هيلعبوا مع بعض. فيل هيث ناس كتير اصلا بتقول ان هو كان المفروض يكسب، فانا شايف ده ظلم، هي هتبقى دغدغه يعني، هيبقى فيه زعل. الاخبار معكم سام سموي. النهارده شويه دردشه عادي، نهاف فان كده. احنا مفروض كلنا فانز اوف بودي بيلدينج، انا فان وانتو فان، فكلنا بنحب لعبه كمال اجسام، كلنا فانز مراوح. طيب مستر اولمبيا 2020 ايه رايكم؟ كومنتس ندردش مع بعض شويه، بقالي كتير ما دردشتش معاكم، عايزكم تكتبوا لي في الكومنتس ايه رايكم في الكلام اللي انا بقوله. دي اراء اراء دي اراء انا بس بقول رايي وحابب ايه ومش حابب ايه زيكم كده، فاهم يعني؟ مثلا بحب جسم فلان فحميل له اكتر شويه، مع انه علان اجمد منه وبهلوان ممكن يبقى لو جاء، فاهم؟ فاي اراء، تعالوا ندردش شويه. مستر اولمبيا 2020 تعالوا نتكلم عن بودي بيلدينج. فيل هيث بوم، هو اللي عمل بوم. عاد إليكم من جديد زي كابتن ماجد بالظبط. عاد إليكم من جديد. في الهيت ناس كتير اصلا وانا منهم بتقول ان هو كان المفروض يكسب، بس هو ايه حصل شويه حوارات كده عشان السوشيال ميديا ويعني حاجات معينه. هم بصوا هم زهقوا، الناس زهقت من اللي بيكسب طول الوقت، عايزين حاجه جديده، عايزين حاجه مثيره. دي نقطه. تاني نقطه، هما كبروا حوار البابل جات انه فيل هيث بطنه كبيرة. في كام واحد سخيف كده على النت بدون ذكر اسماء، لوي ماركو والتاني نيك مش عارف ايه وكذا حد تاني، كبروا الموضوع في مخ الناس انه فيل هيث بابل جات وبطنه كبيرة وكده. هو طبعا قالك لا يا جماعة، ازاي بطني كبيرة؟ ايه ده، انا عندي فتق مش عشان باخد انسولين وجي اتش كتير. فتمسك في الحتة دي، وفي ناس تعاطفت مع غزة، وناس تعاطفت مع فيل هيث، وناس تعاطفت مع جون رودن، قال لك احنا عايزين الفيزيك الكلاسيك يرجع تاني. مش قصدي حاجة والله، بس روح اتفرج على كلاسيك فيزيك، رجع تاني هو هناك يعني اخر الشارع يمين هتلاقي كلاسيك فيزيك. احنا هنا بنتكلم open body building، يعني فريكس، ناس جاية من الكرتون، هالك، كامي كامي هذا اسمه دراجون بولز، فاهم يعني؟ كرتونات. احنا جايين نتفرج على حاجه غريبه من كوكب اخر، بودي بيلدينج اوبن ويت مفتوح. فهتقول لي ما انا عايزين سمول ميد سكشن، هقول لك اتفضل يعني، تاني مين في شمال هتلاقي فيزيك، عدي ناصيتين بعد البنزين هتلاقي كلاسيك فيزيك، الاثنين دول هتلاقي عندهم وسط صغير وحاجه جميله وجو ارنولد خالص، تمام؟ ما تجيش تقول لي على اوبن بودي بيلدينج عايزه يبقى كلاسيك، يعني كاني بقول لك بص احنا عايزين بس المرسيدس دي تبقى فراري. لا مش عايزين، احنا عايزين عربيه صالون وعربيه سبورت، فمفيش مقارنه. فانا شايف ده ظلم، لانه روني كولمان كان تقريبا حامل في الشهر السابع لما كسب، وفي مره كسب كان في الثامن، كان حامل في الشهر الثامن وكسب، اشمعنى؟ فاهم قصدي؟ طب ما نديها لديكستر جاكسون بقى، هو احلى بالنسبه لي، احلى فيزيك يعني، فاهم؟ لا احنا عايزين فريك، عايزين بص ثلاث حاجات اوفرول في الاوبن بودي بيلدينج: فريك، عضلات مخيفه، نشفان مخيف، سيمتري حلو. بمعنى ما تعمليش كده بقى دراع قد كده ومفيش كتف، رجل قد كده ومفيش سمانه، مش عارف ايه قد، يبقى في بالانس، فاهم؟ طيب مين اللي هيلعب السنه دي وانا بشجع مين؟ انا بشجع اللعبه الحلوه، الكره الحلوه. انا بحب فيل هيث قوي، بحب شخصيته. ديكستر جاكسون جسمه حلو بس خلاص راحت عليه كده كده، مش عارف يجيب رجليه تاني، رجليه بتقع، فكده كده ديكستر جاكسون حاجه خطيره، بس توب 6 ممكن يعني، سادس خامس اخره خلاص مش عارف يطلع تاني. ده رايي، دي اراء، رايي خده ارميه في اي حته، ده رايي. في الرجلين لما بتبدا تقع ما بترجعش. طيب عندنا هادي شوبان، هادي شوبان عليه جوز رجلين. بص هادي شوبان برضو من النوع اللي كان 2-1-2 يا دوب دخل الاوبن كده، قرر في اسبوعين، فاهم؟ ما كانش عارف يجيب ميزانه قوي، وقال لك فرصه انا هنا
وانا شايف ان هو صلاح عامل توب 6 في المفتوح، تعال خش مفتوح وكسر الدنيا، وهو ده اللي عمله. لو نزل تاني السنه دي هيعمل برضو توب 3، بس انا شايف انه لسه عايز ماسل ثيكنس، عايز ماسل عنده رجلين كبيره قوي، بنش فاضي شويه من النص. طبعا بقول رايي الشخصي مره المليون، انا مش محلل ولا حكم، انا مدرب، فانا بقول رايي. ويليام بونك جامد، بس برضو حسه مضغوط مش مريح، الميد سكشن عنده قصيره كده ومضغوط، يعني مش عارف حاسه 2 1 2 يعني مش مقتنع بيه في المفتوح. مجتهد جدا، شاطر، بحب شخصيته جدا، راجل قوي. احنا بنتكلم على الفيزيك، وانا بتكلم برضو بقول رايي بحب مين وليه وعشان ايه. عندك بيج رامي، بيج رامي دلوقتي في مصر ومستحلف لكم، وبيج رامي لما بيجي مصر بيبقى مبسوط ومرتاح نفسيا، لان كلنا بنحبه، كلنا بنشجعه، كلنا في ظهره. بص بيج رامي هينزل قنبله، ودي حاجه متعودين عليها، بيج رامي دايما بينزل قنبله، اكبر واحد في المكان. للاسف بادي بيلدينج عامله زي الموضه شويه، يعني بيج رامي لو على ايام روني كولمان يعني سيم سايز سمول ويست، يعني نفس الحجم وسط صغير. فهو لو كان بيلعب ايام روني كولمان كان ايه هيكسب، بس دلوقتي عشان قال لك فاهم قصدي، حاسسها موضه يعني، عمال يقولوا له رامي انت كبير قوي. ايه المشكله؟ ما اوبن بادي بيلدينج، ده بادي بيلدينج مفتوح، كبير الراجل، شايل عضلات، ناشف، سيمتري، ايه عشان مصري ومسلم ما بيعرفش يتكلم عربي انجلش 100% فعمره ما هيكسب، ماشي ده حوار بوليتكس، بس ما تجيش تقول لي بيج رامي محتاج ايه يشتغل على نفسه. حاجات تافهه يعني، شويه ميه في ظهره وجلوتس مثلا، فاهم؟ بس هو بيتكلم في حاجات غريبه يعني، اللي هو لا رامي your legs are too big، يا جدعان open body building، سمنتك لا، انا شفت سمنته، سمنته قد دماغي، بس فخدته قد مرتبه، فمفيش يعني فاهم، بس هو ده مش يعني هو مفيش مشكله، اما هي جادج سمنته 10 out of 10، رجله 10 out of 10، بس من كتر ما هي رجله كبيره يقول لك هو محتاج يعلي سمنته شويه، يعليها فين؟ يعني هيشيل ايه؟ يعني السمانه برضه في الاول في الاخر يعني خلاص. اذا بيج رامي طبعا بالنسبه لي انا هو ماي ايدل في الشخصيه والاسلوب والتعامل مع البشر وسيلف كنترولينج وسيلف كونفيدنس، وانا بحبه لانه بكل صراحة رامي بدأ من تحت الصفر ووصل مليون ما تغيرش، ما زال نفس البني آدم المتواضع الحبوب اللي كلنا بنحبه وهكذا. فأنا بيج رامي توب 3، ده رأيي، لأن احنا بنلعب open body building. تمام؟ يبقى أنا رأيي مثلا ممكن التوب 3 السنة دي لو شون رودن رجع وجامد، ممكن يبقى فيل هيث، شون رودن، بيج رامي، ايوه بيج رامي، وممكن اطلع ويليام بونك من الحسبه، ممكن اطلع ديكستر كمان من الحسبه، لانه ايه ده احنا نسينا براندون كاري، وبراندون كاري، براندون كاري برضو هي هتبقى دغدغه يعني، هيبقى فيه زعل. براندون كاري جامد حلو، ما شاء الله كل حاجه فيه حلوه، كل حاجه فيه حلوه، ما عندوش حاجه واو وما عندوش حاجه واقعه، فاهم؟ فتحسه كومبليت قوي، يعني جميل، هو متناسق كل حاجه، وهو الفايز، فالفايز لما بيرجع لازم اللي يكسبه يكسبه بمرحله، ما ينفعش يبقى قريب قوي، عشان كده الناس عملت مشاكل في حته في الهيث وشون رودن، قال لك قريبه قوي لازم تبقى بعيده، وقال لك ميد سيكشن تعال نشيل ابز اند ثاي، البوز السابع اللي هو بطن ورجلين نديهم لشون رودن، تعال ناخد بقية البوزز بوز باي بوز، يعني معلش انا واقف سايد ترايسب، ما تقوليش بطن عالية شوية، انا بحكم على الترايسب والرجل، يعني فاهم قصدي؟ ما تقوليش باك دبل بايسب، والله في واحد من قدام صوره كانت بطنه عالية، انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا دلوقتي باك دبل بايسب، انا بحكم على ظهره كلها، والله لا بس في واحد قال لك بطنه كانت كبيرة من قدام، في حوار في الحوار، فاهم؟ في الاول في الاخر ده بزنس، everything in life is business believe it or not، كل حاجه بزنس،
حبوا يولعوا الدنيا شوية، حبوا يغيروا الفايز، وبعدين ما عرفش الفايز راح فين وجابوا فايز تاني ورجعوا القديم، كله أكشن. ولو عرفوا يجيبوا كاي جرين هيجيبوه عشان بيزنس برضو. كاي جرين قال لك على ايه؟ انا اروح اعمل فلوس واتبسط واخرب الدنيا وافضل فورمة وكل حاجة وخلاص. يعني اولمبيا جرب كتير ولقى ان هما مش هيدوهاله، يعني هو هيفضل يعمل تاني، فقفش عليهم. بس ولا تعلم، كل شيء بيزنس، ممكن يعرضوا عليه عرض يرجع تاني. مين فاضل؟ مين جامد؟ مين حلو؟ في طبعا ناس كتير جدا. فليكس لويس، فليكس لويس دلوقتي سينتقل من 212 للأوبن. فليكس لويس لمعلوماتكم، عشان تعرفين ولا لا، طبعا ادينا بندردش وزيدوني معلومات، زيدوني. انا من ساعة ما شغلي خدني ما بقتش متابع قوي زي الاول، بقيت مركز في شغلي اكتر، فممكن حاجات كتير تفوتني، ساعدوني قولوا لي في الكومنتس. كنا بنتكلم عن مين دلوقتي؟ فليكس لويس. فليكس لويس لمعلوماتكم كان بيموت عشان يجيب ميزانه 212، يعني كان بيوصل مرحلة خلاص يعني، فاهم؟ عشان يجيب ال 212 لدرجة ما كانش بيلحق يكارب اب، ما كانش بيلحق يحمل. فسنة ورا التانية ورا التالتة خلاص كان فعلا بيموت، فقال له لا، يتبطل يتوقع عضلات يا تروح تروح اوبن. فقال لك يا عم تعالى نجرب اوبن، لانه ويليام بونك اتقل منه بحاجه بسيطه، وهادي شوبان اتقل منه بحاجه بسيطه، والاثنين ايه لعبه مفتوح. فالاوبن ممكن تبقى يعني مش لازم تبقى تقيل قوي يعني، يعني هو 212 او 212 تقريبا 96 كيلو مثلا في الرينج ده. ففي ناس لعبت مفتوح 100 و102 وكده، مش بعيد يعني. وفي ناس طبعا زي بيج رامي والديناصورات دي بيروحوا بعيد شوية يعني. هي هتبقى اولمبيا سخنة طبعا. الكورونا قتلت بودي بيلدينج شوية، قتلت الحياة يعني، هي فعلا كورونا جت قتلت الحياة، قتلت جزء من الحياة، فكله بيحاول يعافر ويرجع. بنحاول ننشط الفتنس تاني، بنحاول ننشط البطولات. فأولمبيا نفس الكلام، مش عايزينها تموت أو تضعف السنة دي، فأكيد عملوا ديل مع فيل هيث عشان يرجع، عشان يعمل كلام كتير والدنيا تسخن، وإيه ده فيل راجع ويلا وبتاع. في الأول وفي الآخر كله بيزنس، كده كده فيل هيث عايز يجيب التامنة، كده كده هيموت ويجيبها زيه زي روني كولمان زي ليه هاني. فعشان يعمل كده لازم طبعا ينزل، وطبعا في الايث مش هيسيب حد يتكلم عنه وحش، فاهم؟ انسى. فهو هينزل جامد لانه عارف انه في ناس هتنتقده وكده، ففي الايث هينزل جامد كده كده. وخلي بالكوا في الايث في سنه ما لعبهاش من كتر ما بيحضر لمستر اولمبيا كل سنه في نفس الوقت، بقاله مثلا 10 سنين بيلعب ماتش واحد في السنه اللي هو اولمبيا، جسمه بقى اوتو بايلوت. السنه اللي فاتت في وقت الاولمبيا قبل الاولمبيا بشويه لقى نفسه ناشف ومحجر، فكان بيكلم مدربه حتى هاني رامبل بيقول له انا باخدش غير تي ار تي، يعني باخد تيست بس مثلا وقشطه بيتمرن وبياكل. قال له جسمك اوتو بايلوت خلاص، جسمك كل ما بيجي في الصيف كده الوقت ده اوتوماتيكلي بيبدا ينشف، هو متعود يبدا ينشف في الوقت ده ويبالك في الوقت ده. فدي من الحاجات اللي سخنته يلعب تاني السنة دي، غير طبعا البيزنس ديلز اللي حصلت اكيد احنا ما عرفهاش. ايه كمان؟ انا حاسة مسقط ناس مهمة قوي في التقيل. والله بس هم دي الناس اللي انا حابب، يعني زي ما قلت لكم هي انا فان. فمدام انا فاكر الناس دي بدي الناس اللي انا مركز معها، حابب اشوف هعملوا ايه. التانيين برضو كلهم ابطال ما شاء الله. في لسه بطولات هتتلعب وناس هتتأهل لأولمبيا، فلسه مش عارفين كل الناس اللي تأهلت لأولمبيا. مش متأكد شون رودن هيلعب ولا لا، بس اعتقد هيلعب، دي هتبقى جامدة برضو. هتبقى أولمبيا يعني very interesting، يعني هتبقى حماس جدا، لأنه احنا مش عارفين مين هيكسب ومين هيلعب. وفي مثلا شون رودن وبراندن كوري وفيل هيث وديكستر جاكسون، يعني في بتاع وفليكس لو، في بتاع خمسة مستر اولمبيا قبل كده هيلعبوا مع بعض، فده حوار، فاهم؟ يعني مثلا بطل عالم سنة كذا، بطل عالم سنة كذا، بطل في كذا بطل عالم في البطولة دي، فكذا واحد واخد المنصب ده قبل كده. فهتبقى طبعا رشاش وطلق ناري انتحاري الدخيل رجع يا دنيا الداري. كان معاكم سام سموي، النهارده قعدنا ندردش، يعني ما اعتقدش انتوا استفدتوا حاجة قوي،
بس حسيت ان انتوا وحشتوني، حبيت ادردش معاكم شويه، دردشوا معايا، خلينا نشوف انتوا بتفكروا ازاي، حابين ايه، مين، فين، ازاي، بكام. كان معاكم سامسونج موي، بيس.